يعني احنا سوار خلقنا سوار. رمضان مبارك على كل متابعينا وين ما كنتوا عم تحضرونا، كل عام وانتم بخير بهاليوم العظيم والعزيز على قلوب السوريين. بهاليوم انكسر حاجز الخوف وانكسرت معه أصنام الطغاة. بهاليوم طلعوا السوريين على الشارع وصرخوا ليهتفوا بحناجرهم يسقط الأسد. اليوم جولتنا مميزة واستثنائية بقدر ما هاليوم مميز واستثنائي، وأسئلتنا كمان رح تكون استثنائية. رح نبدأ من مدينة عفرين، وجوائزنا لليوم رح تكون مقدمة من تطبيق A16. أنا روعة من راديو طيف، عم نصور برنامج رمضان مع طيف. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. شو بتعني لك الثورة السورية؟ هي يعني كل شيء من ملكه، هي يعني دمنا. من حضرتك؟ من حماة. يعني احنا سوار وخلقنا سوار. صار شيء هيك موقف صعب معك بالثورة؟ مواقف كثيرة. يعني شو بدك تحكي؟ شيء عانينا من أول الثورة لهلا. شفنا مواقف كثيرة، يعني شو بتحبي أحكي لك؟ هي الله هيك موقف مؤثر لحد الآن، يعني بضل بذاكرتك. والله الناس اللي عم تموت قدامك، هاي المشكلة. يعني قصف وضرب ولهلا ما يعني ما مكانك رابح. في عنا سؤال بيقول الحرية صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار. مين صاحب هذا الهتاف اللي ألفه وغنى؟ عاشوش. عاشوش. تعرف اسمه الكامل؟ هلا اسمه الكامل ما بتذكره والله، بس عاشوش. تتذكر وين صارت أكبر مظاهرة بالثورة السورية؟ مليونية بحماة. في سؤال بيقول مين هو الممثل السوري اللي نزل لساحات التظاهر بحمص وحملوه المتظاهرين على أكتافهم؟ والله بحمص ما عبالي والله، بس حمصي هو؟ ها؟ ما بعرف، مو مشكلة. الله يعطيك العافية وتربح معنا جائزة نقدية مقدمة من تطبيق بسيط A16. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك. عندك مشكلة إذا طلعت معنا على الكاميرا؟ لا عادي. أنا روعة من راديو طيف، عم نصور برنامج رمضان مع طيف. شو بتعني لك الثورة؟ طبعا الثورة السورية هي نهضة للأمة، لأمة الشعب السوري كله، وكان شعب مضطهد طبعا، يعني كل العالم بتعرف كان الدخول الإيراني، طبعا شعب مغير، أحداث الثمانينات ما سوت شيء، إجا الجيلات صار يشتغل ويسوي شيء، أحداث الثمانينات ضلينا ساكتين، آبائنا وأجدادنا ضلوا ساكتين وتحدثت للموضوع توترت، نحن هذا الجيل ما سكتنا ولا بنسمح ولا رح نسمح. عندنا هتاف بيقول الحرية صارت على الباب يلا ارحل يا بشار، مين هو اللي غنى هذا الهتاف واللي ألفه؟ قاشوش شالوا لحنجرته بحمان. شو اسمه؟ علي رحمة الله والله. عبد الرحمن فرهود. عبد الرحمن ما بعرف اسمه، بعرف لقبه. صحيح. شو اسم أول شهيد بالثورة السورية اللي استشهد برصاص قوات الأسد بمدينة درعا؟ الطفل خطيب، فراس خطيب. هذا الطفل مزبوط. وفي عنا اسم شهيد كمان هو أول ما استشهد بالثورة السورية. ضابط هو؟ محمود الجوبر. أنا سمعان بعزاز. عنا أول شهيد بحلب اسمه باسم مرعنازي. الله يرحمه يا رب. شو هي أكبر مظاهرة صارت بسوريا؟ أكبر مظاهرة صارت بسوريا؟ ظهرت حمام. تربح معنا جائزة مقدمة من تطبيق بسيط A16. إن شاء الله ألف مبروك. الله يسلمك. عم نصور برنامج رمضان مع طيف. الله يسلمك يا رب. مبارك طاعتك أول شيء. شو بتعني لك الثورة السورية؟ والله بتعني للشعب السوري شيء كثير. انه كنا بالظلم وطلعنا الحمد لله رب العالمين على شيء احسن ما كنا 100 درجه.
بكفي انه واحد حري بيحكي كلمته، بكفي بيمشي بالشارع، بكفي يعني كل شيء. يعني الثوره كل واحد بتمنىها تكون، يعني تكون ثوره مثل ما صارت. من حضرتك؟ انا من جسر الشغور. اهلا وسهلا. صار شيء هيك معك، موقف ممكن يكون مؤثر او طريف بالثوره؟ والله شيء مؤثر على الشعب اللي تهجر واللي جاع واللي شرد. كنا احسن شعب في العالم، العالم يعني يمشي ونحن على ما نكون سوريين. هاي شوي اثرت علينا هذا، ونتمنى الامور ان شاء الله تصير احسن ولقدام ان شاء الله. في عنا انشوده بتقول الحريه صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار، مين اللي قال هذا الهتاف؟ والله لازم كل واحد يقولها، ما بس واحد. بس في واحد هو أول ما ألفها وغناها. هو توفى من سرائب. والله بعرفوا إنه من سرائب هو الزلمة. عبد الرحمن الفرهود الملقب بالقاشوش. طيب ارجع هيك بذاكرتك شوي عن أول مظاهرة صارت بسوريا، وين كانت؟ بأي مكان؟ حماة. صحيح. تربح معنا جائزة مقدمة من تطبيق بسيط A16. الله يرجعك على بلادك. شكرا يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أنا روعة من راديو طيف، عم نصور برنامج رمضان مع طيف. أهلا وسهلا. الله يسلمك. من وين حضرتك؟ أنا من ريف حلب الغربي، ورم الكبرى. أهلا وسهلا. شو أتصل لك نازح؟ 4 سنين. شو بتعني لك الثورة السورية؟ بتعني كل شيء، ثورة الحرية، ثورة الكرامة، كل شيء بتعني. أعطيني هيك موقف صعب مر عليك وما بتنساه لحد الآن. هو بالنزوح بالبرد، قذائف عم تنزل وعالم شردة بكل الأماكن مع قصف شديد وأطفال وعالم ما بتعرف وين بدها. الموقف عم بتضل بتخيل. نعم. طيب في هتاف بيقول الحرية صارت على الباب يلا ارحل يا بشار، من صاحب هذا؟ مين اللي ألفه؟ قاشوش حمان. صحيح. شو سووا له بعدين؟ عدموا، شالوا النظام. طيب شو اسم أول شهيد بالثورة السورية يلي استشهد برصاص قوات الأسد بمدينة درعا؟ حمزة الخطيب. تمام. هلأ في سؤال كمان عم بقول إنه أكبر مظاهرة بالثورة السورية وين صارت؟ بحلب ولا بحماة؟ لا بحماة. صحيح. تربح معنا جائزة مقدمة من تطبيق بسيط A16. تفضل. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ عندك مشكلة إذا طلعت معنا على الكاميرا؟ لا عادي ما في مشكلة. بارك طاعتك يا رب. الله يسلمك يا رب بطاعتك. الله يسلمك. أنا روعة من راديو طيف، عم نصور برنامج رمضان مع طيف. أهلا وسهلا. من حضرتك؟ من دير الزور، من المدينة. شو أتصل لك مهجر؟ تقريبا صار لي 12-13 سنة لأنه كنت في حصار الغوطة وطلعت لهون. كنا عايشين بالشام لأنه تربيت الشام، بس الأصل ديري. أهلا وسهلا. احكي لي موقف هيك صار معك بالحصار. موقف مثل ايش يعني؟ الحصار يعني موقف مؤثر لهلا بتتذكره، او ممكن موقف طريف يعني ضحكت عليه وانت كنت بقمه الحزن؟ طلعتنا انه شلون كنا متحاصرين، انه كنا ميتين ما متاملين ولا 1% انه نطلع من المكان اللي كنا قاعدين فيه، وبعدين بعد الحصار 8 سنين طلعنا. هاي اكثر شيء كانت فرحتنا، انه كنا ما في 1% انه متاملين نطلع من المكان اللي كنا قاعدين فيه بالحصار الوطن. الله يرجعكم على بلادكم يا رب. هلا في هتاف بيقول الحرية صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار، من هو صاحب هذا الهتاف؟ قاشوش. صحيح. ايش عملوا له بعدين؟ والله ما بعرف كمان. طيب ولا بتتذكر اكبر مظاهرة سورية وين صارت؟ حماة. حماة. ناعورة. تربح معنا جائزة نقدية مقدمة من تطبيق A16. الف مبروك. شكرا يا رب. الله يسلمك يا رب. أنا روعة من راديو طيف، عم نصور رمضان، برنامج رمضان مع طيف. أهلا وسهلا ويلا يبارك فيكم. الله يسلمك يا رب. منين حضرتك؟ من ريف حلب الرفعة. أهلا وسهلا. شلون شو الثورة بتعني لك؟ الثورة كل شيء، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا طبعا بالحرية، هي أهم شيء. وبنفس الوقت يعني في مضايقات مثلا من ناحية الدخل الفرد، اللي بشكل عام يعني كحرية الثورة مبدأ. يعني هيك موقف صار معك بالثورة السورية؟ موقف الثورة السورية مرة أجل حفظ النظام على ترفعة،
وضربنا بالقنابل مسيلة الدموع. هذا الحكي بال 2011. انا عندي محل، فقالوا الكولا هي الوحيده اللي بتطفي الدخان تبع القنابل مسيلة الدموع، فوزعنا الكولا اللي تأذوا بالدخان. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يسلمك. الله يقويك. في هتاف بيقول الحرية صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار، مين هو صاحب هذا الهتاف او اللي ألفه؟ منشد الثورة. طيب بتذكر لي اكبر مظاهرة بالثورة السورية وين صارت؟ مظاهرة معروفة بالثورة السورية هي بحماة. اكبر مظاهرة شاركت فيها؟ لا، انا ضيف حلب ما شاركت طبعا. في سؤال بيقول مين الممثل السوري يلي نزل لساحات التظاهر بحمص وحملوا المتظاهرين على اكتافهم؟ ما بعرف. الله يعطيك العافيه يا رب، والله يرجعك ابلادك. وهي جائزه نقديه مقدمه من تطبيق A16. يكون يبارك فيكم. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. وهيك متابعين راديو طيف بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ولكن قبل الختام السؤال للمتابعين بيقول مدينة ريفية صغيرة انشهرت باللافتات الفكاهية والناقدة، كانوا أهل المدينة يعبروا من خلال اللافتات عن رفضهم للقرارات الأممية والمواقف المماطلة بمحاسبة النظام الأسد، وكانت اللافتات تكتب بعدة لغات لحتى صاروا السوريين يلقبوها بمدينة اللافتات. شو اسم هاي المدينة؟ وكل عام وأنتم بخير وحرية وصحة مرة تانية، وإن شاء الله بنشوف سوريا عن قريب حرة وموحدة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب.